وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مدينة العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، يعني آخر الإحصاءات لديك فيما وصل إلى مطار العريش من مساعدات، وأيضا المساعدات التي تدخل من معبر رفح البري إلى السكان في قطاع غزة. بعد التحية محمد، يعني إضافة إلى ما ذكرتموه بوصول الطائرة السعودية، نتحدث عن وصول طائرتين أيضا محملة بعدد محملين بعدد من المواد الغذائية والطبية. الطائرة السعودية هي الطائرة 38 التي وصلت إلى مطار العريش اليوم، محملة ب 23 طن من المواد الغذائية والإيوائية، بالإضافة إلى طائرتين. الطائرة الثانية هي قادمة من فرنسا، على متنها 16 طن من المستلزمات الطبية. هذه المستلزمات ستذهب إلى المستشفى العائم الفرنسي الموجود في ميناء العريش، والذي يقدم كل الخدمات الصحية، واستقبل حتى الآن أكثر من 100 مصاب لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم. وهذا يتم بالطبع بالتنسيق بين الجانب المصري ووزارة الصحة المصرية لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين. الطائرة الثالثة هي قادمة من هولندا، من تحديدا أيضا قادمة من الصليب الأحمر الألماني، على متنها 30 طن من الخيم. سيتم التنسيق بالطبع لإيصالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. هذا بالإضافة إلى الشاحنات والمساعدات التي تدخل من خلال بوابة معبر رفح المصري. نتحدث عن أنه اليوم دخل من بوابة معبر رفح المصري 130 شاحنة، مقسمين إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة، لكن ما وصل إلى الجانب الفلسطيني 122 شاحنة محملين بعدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 4 شاحنات للوقود وتحديدا الغاز، بالإضافة أيضا إلى استقبال المصابين. المعمر استقبل حالتين من الجرحى والمصابين اليوم، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. ولازالت أيضا حركة الشاحنات تتدفق على مدينة العريش. نتحدث عن أنه غدا سيصل إلى مدينة العريش أكثر من 100 شاحنة، من ضمن 550 شاحنة مقدمين من المملكة العربية السعودية، وأتوا بالفعل على متن سفينتين إلى ميناء بورسعيد. سيصل جزء من هذه الشاحنات غدا إلى المخازن هنا في مدينة العريش تمهيدا للتنسيق والتنظيم لإرسالها لقطاع غزة عبر ميناء رفح، بالإضافة إلى أنه أيضا غدا ستصل ناقلة نفط مقدمة من العراق عبر ميناء الزيتيات أو الزيتية في السويس، بالإضافة إلى أن العراق لم تكن هذه هي الناقلة الأولى، لكن كان هناك ناقلة وقود في ديسمبر الماضي على متنها 10 ملايين لتر من الوقود لدعم الأشقاء في قطاع غزة. ويتم إيصال هذه الشحنة من خلال التنسيق الذي يتم بين الجهات المصرية المختلفة لإيصالها لقطاع غزة، بالإضافة لأن العراق أيضا ساهم بإحدى عشر طائرة عبر مطار العريش لتقديم كل المساعدات لقطاع غزة. نتحدث أيضا على أن الشاحنات الموجودة والمصطفى هنا في ميناء العريش، هناك عدد من المخازن التي تحفظ بعض المواد الطبية والمستلزمات الطبية الموجودة التابعة للهلال الأحمر. نتحدث عن 7 مخازن، بالإضافة إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، والذي شهد منذ أول أمس زيارة لعضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي للاطلاع على حجم هذه المساعدات، وأشادوا بالجهود المصرية الموجودة تجاه هذه المساعدات، وبالتأكيد سيعملون على إيصال تقرير لدخول أكبر عدد من هذه المساعدات لقطاع غزة. فنحن نتحدث عن أن الجهود المصرية مستمرة ولم تتوقف في مدينة العريش، سواء في مطار العريش أو ميناء العريش أو حتى ميناء معبر رفح البري، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة العريش.